مؤشرات ايجابيه ديال النظر هو الافتتاح ديال مجموعه ديال الدورات من الدول اللي حققت لها النظره على مستوى اربع جهات، من الجهه ديال مراكش واكادير اللي حاولنا انهم يكونوا في نفس الوقت اليوم، وكذلك على مستوى مدينه طنجه ومدينه الرباط ومدينه الدار البيضاء، اعتبار هذه الجهات هي الخزان ديال العدد الكبير من الصحافيين والصحافيات والمقاولات الاعلاميه. هذا المحور اللي اختاريناه هي الاتفاقيه الجماعيه كيطوف واحد السياق مجهود كبير بذاته النقابه على مدى اكثر من سنتين تقريبا من الشغال اليومي على هذا الملف بمعيه خبراء ومختصين في مجال الاتفاقيات الجماعيه من اجل الوصول لواحد الاتفاقيه اللي كانت 2005 انطلقات اول اتفاقيه جماعيه تنفذت بشكل او باخر شابه مجموعه من الفروقات انها ما تجبدهاش ما احترمتش مجموعه ديال المواعيد. اليوم النقابه في ظل الازمه الماليه في ظل التاثيرات ديال الكورونا في ظل واحد مجموعه ديال المتغيرات اللي كتعرفها الساحه الاعلاميه الوطنيه والدوليه في ظل بروز اعلام كان الى حد ما غير معروف وغير اللي هو الاعلام الالكتروني واللي صحيح شكل جزء من الجسم الاعلامي سواء وطنيا او خارجيا. تمت قبل اسابيع مناظره وطنيه تحفظها النقابه بمعيه الوزاره المشرفه ومدير الميزانيه وكذلك فيدراليه الناشرين والجمعيه ديال الناشرين وكذلك الاذاعات الخاصه، واللي كان فيها واحد النوع من النقاش الصريح ونوع من حول الوضع الذي يعيشه الاعلام في المغرب وضروره النهوض بهذا الايقاع من اجل ان يكون مؤشر من مؤشرات الديمقراطيه في المغرب وديال البناء التعدديه والقرار المتعدد. تحية للإخوان، نحن سعداء بالتواجد ديالنا في مدينة مراكش برسم هذه الندوة الجهوية حول دراسة الاتفاقية الجماعية التي أتمت النقابة الوطنية الصحفية الإعداد ديالها بمساعدة خبراء ومجهود ذاتي للنقابة، واللي اليوم غنقدموها أمام الزملاء والزميلات في مدينة مراكش قصد أخذ رأيهم النقاط التي يمكن ان يثيروها والتي يمكن ان تكون دعما وتقويه لهذه الاتفاقيه الجماعيه. هذه اللقاءات تستمر على مدى اسبوع عبر مجموعه من الجهات ديال المملكه، وفي نهايه الاسبوع ستكون لقاءات مع الوزاره الوصيه ومع الفاعلين في القطاع الخاص من فيدراليه الناشرين وجمعيه الناشرين من اجل التداول، لانهم هم شركاء معنا في هذه الاتفاقيه، وبالتالي سنكون سعداء ان نشتغل معهم في هذا الاطار من اجل انجاح هذه الاتفاقيه اللي كنتمنى انها تحل جانبين متوازيين لا يتعارضان، هو الجانب المهني والمادي والاجتماعي للصحفيين العاملين في قطاع الصحافه، وكذلك وصولا الى ترتيبات من اجل الوقوف مع المقاوله وضمان نجاحها مقابل التزامات اجتماعيه. وكنتمنى انه جميع الاطراف تعمل على انجاح هذه المبادره، لان انجاح هذه المبادره الاتفاقيه الجماعيه هو نجاح الاعلام المغربي، هو وضع قطار الاعلام في المغرب في واحد السكه حقيقيه، وانه يكون مطار ديال التشغيل وديال بكرامه وكذا، لان كنشوفوا التدني ديال الاجور والاوضاع الماديه والاجتماعيه اللي كيأثر على المردوديه وعلى الانتاج، وكيخلي بعض المجموعه ديال الانزلاقات عندها لا نبررها ولكن لها اسباب، يجب ان نشتت هذه الاسباب حتى يمكننا ان نحاسب بصرامه كل من خرج عن المهنه. تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.